بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. نعم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، قال رواه أبو داود وأصله في مسلم. واللفظة التي في مسلم: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر الناس. اختار المصنف رواية أبي داود مع يعني رواية أصلها في مسلم، قال يعني أو توجيه ذلك لأنه أراد أن أو أراد أن يبين أن رواية جابر بن سمرة أوضح، فتبين أن القراءة للقرآن والتذكير في أثناء الخطبة، لأن رواية مسلم كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يجلس بينهما. فقد يظن ظان أن قوله يقرأ القرآن ويذكر الناس متعلقة بجلوسه لا بخطبتيه، فأراد أن يأتي بالأوضح لفظا، وهو الرواية التي رواها أبو داود في سننه. هذا الحديث فيه دليل على أمرين: الدليل الأول على دليل على وجوب قراءة آية من القرآن في الخطبة، فلا تصح أي من الخطبتين إلا ولا بد وجوبا أن تقرأ فيها آية واحدة على الأقل، لا بد أن تكون آية على الأقل. وبعض الفقهاء يقول سواء قراءة الآية في الصلاة أو قراءة آية في الخطبة لا بد أن تكون الآية مستتمة المعنى، فما يقول مدهامتان، أين مبتدأها؟ لا يوجد، فلا بد أن تكون الآية كاملة المعنى، لا بد أن تكون الآية كاملة المعنى أو تكون أكثر من آية تدل على المعنى. إذن هذا الحديث دليل على وجوب أن تقرأ في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية معا آية. وبناء على ذلك فإن من ترك قراءة القرآن في إحدى الخطبتين فقد بطلت خطبته، ومن بطلت خطبته بطلت صلاته، تبطل الصلاة بعدم قراءة القرآن في الخطبتين وفي الخطبتين معا. وهذا أمر مهم جدا يجب أن ننتبه له وأن نعيله، وخاصة من الخطباء. نعم، قد يعذر امرؤ بجهله بنسيانه بخطئه، وبعض الفقهاء يرى عدم وجوب قراءة القرآن مثل أبي حنيفة عليه رحمة الله وغيره، ولكن الأدلة واضحة والنصوص صريحة على وجوب قراءة القرآن في كلا الخطبتين معا. الأمر الثاني أنه لا بد من تذكير الناس، تذكيرهم، والفقهاء يشترطون وعظ الناس وهو في معنى التذكير. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فلا بد أن يكون ذكر الله عز وجل فيه وعظ للناس وقراءة القرآن، فلا بد من التذكير. والفقهاء يقولون إن لا يلزم أن تكون فيه أمر بالتقوى، ما يلزم أن تقول اتقوا الله، وإن كان هو الأكمل أن يكون فيها أمر بالتقوى، ولكن كل أمر فيه حث على طاعة الله فهو تذكير: اتقوا الله، خافوا الله، اخشوا الله، ونحو ذلك من الأمور التي فيها أمر بطاعة الله عز وجل والاتباع لما أمر الله عز وجل به. وهذان الأمران واجبان، لا تصح الخطبة ومن باب التبع الصلاة إلا بوجودهما. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. نعم، هذا الحديث حديث طارق بن شهاب ذكر المصنف له طريقين: الطريق الأول من حيث طارق نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق الثاني جاء عند الحاكم وغيره من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما أورد المصنف ذلك؟ قالوا لأن طارق بن شهاب لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود، لأن طارق بن شهاب لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه مرسلا، فلذلك قالوا في الرواية الثانية بين من سمع الحديث منه. نقول: أما الرواية الثانية التي فيها ذكر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقد أعلها أهل العلم كالبيهقي
وغيره من محققي أهل العلم بأنها خطأ وليست بمحفوظة، خطأ وليست بمحفوظة، فإن المحفوظ عدم ذكر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، واتهم في ذلك بعض الرواة وهو هريم بن سفيان، قالوا إنه هو الذي أخطأ في إضافة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. الحديث الأول الذي هو حديث طارق بن شهاب، نقول إن الأئمة صححوا أحاديث طارق بن شهاب من هذا الحديث ومن الحديث الذي نحفظه في قضية تقريب الذباب ونحو ذلك. قالوا لأن طارقا وإن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رآه وأدركه، فهو من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، فهو من صغار الصحابة، ونحن عندنا أن مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم على التحقيق أنها مقبولة، فطارق بن شهاب إذا روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من مراسيل الصحابة، إذا حكمنا أن طارقا صحابي وهو الذي جزم به كثير من محققي أهل العلم، فنقول إن أحاديث صحيحة. وبناء على ذلك فإن الأئمة صححوا هذا الحديث، ومنهم ابن رجب رحمه الله تعالى، فقد قال: روى أبو داود بإسناد صحيح صحح حديث طارق هذا للمعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجمعة حق واجب على كل مسلم، هذا يدلنا على أن الجمعة واجبة، وهذه بدأنا بها الحديث في أول الباب، فالأصل في الجمعة أنها واجبة، فرض عين لا فرض كفاية، وليست على سبيل الندب. قوله في جماعة، هذا يدلنا على أن الجمعة لا تصح إلا في جماعة، فلا تصح صلاة الجمعة من فرادى، بل لا بد أن تكون من جماعة، والخلاف فقط في كم مقدار الجماعة، فالمذهب وقول الشافعية وغيرهم يرون أنه لا بد أن يكونوا 40، وقال بعضهم أكثر من ذلك 60، لا بد أن يكونوا 60، والرواية الثانية في المذهب أنه يكتفى بأقل الجمع وهم 3، لكي يكون الإمام معه أقل الجمع 2 فيكون 3. نعم. قال: إلا 4، هؤلاء 4 لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تنعقد بهم، أو ولا تنعقد ببعضهم، إلا المريض فإنه تنعقد به. قالوا: المملوك والمرأة والصبي والمريض. المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة بإجماع أهل العلم، قالوا لأن صلاة الجمعة تحتاج لوقت وذهاب، ووقت المملوك ووقت المملوك وهو العبد القن ملك لسيده، فهو بمثابة تضيع جزء من المال، لأن منفعة العبد مقومة بالمال، منفعة الأعيان مقومة بالمال، فهو من باب تضييعه لسيده، فلا يصح ذهابه الجمعة إلا بإذن سيده لأنه يأخذ وقتا طويلا. والمرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة بإجماع أهل العلم، ولذلك جاء في الحديث عليكن، قال أن النساء جئن للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجال يحضرن الجمعة والجماعة، مما يدل على أن النساء لا يجب عليهن الجماعة ولا الجمعة معا. والصبي، والصبي هو من كان دون سن التكليف وهو البلوغ، وهذا أيضا بإجماع. والمريض، وسبق معنا في الباب السابق في قضية الحديث عن صلاة ذوي الأعذار، وأن ذوي الأعذار من المرضى ومن في حكمهم يخفف عنهم إما بإسقاط بالكلية كإسقاط الجماعة والجمعة، أو تخفيف في الهيئة كما جاء في حديث عمران السابق ذكره في الدرس الماضي. نعم. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط، والمعجم الأوسط للطبراني مثل كتاب البزار مسنده اللي يسمى البحر الزخار، هذان الكتابان مظنة غريب الحديث، غريب الإسناد، المفاريد، مظنة المفاريد، وألف بعدهم الدارقطني في كتاب المفاريد، فهذان الكتابان أغلب الأحاديث التي فيها هي مفاريد تفرد بها شخص، إما تفرد بالحديث كله أو تفرد بزيادة فيه، ولذلك يقول الدارقطني عن كتاب الأوسط، المعجم الأوسط: هذا روحي، روحي، يعني هذا الكتاب فيه من المفاريد ما لا يوجد عند غيري، وليس لازما أن المفاريد تكون ضعيفة دائما ولا صحيحة، وإن كانت هي مظنة الضعف في الغالب، فإن من المفاريد ما يكون صحيحا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. إذن هذا الحديث مظنة المفاريد، ولذلك فإن هذا الحديث لما رواه الطبراني في المعجم الأوسط قال: تفرد به عبد الله بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه، تفرد به عبد الله بن نافع، وعبد إذن حكى الطبراني تفرده لم يروه غيره، وعبد الله بن نافع هذا منكر الحديث كما قال ابن حبان، فإن ابن حبان قال إنه منكر الحديث، أي أنه يأتي بأشياء منكرة لا يوافقه عليه غيره، فلذلك لا يصح الاحتجاج به. ونحن قلنا لما تكلمنا عن الحديث الضعيف أن الفقهاء يقولون إن الحديث الضعيف قد يحتج به بشروط، من هذه الشروط أن لا يكون منكرا، نكارة المعنى ولا نكارة الإسناد، وخاصة نكارة المعنى. طيب، قوله ليس على مسافر جمعة، هذا الحديث بهذا النص ضعيف،
لكن هذا الحكم يكاد يكون متفق عليه إن لم يكن متفقا عليه جزما. ويغني عن هذا الحديث دليل الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط حينما سافر أنه جمع، أي صلى الجمعة، لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ففي يوم عرفة حضر معه 100,000 أو أكثر في الحج في الموقف، ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلنا على أن الجمعة ليست واجبة على المسافر، وهذا بإجماع أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. من باب الاستذكار قلنا إن الذي تجب عليه الجمعة هو المستوطن، وبناء على ذلك فإن من لا تجب عليه الجمعة اثنان: من كان في دار إقامة ومن كان في دار سفر. من كان في دار إقامة ومن كان في دار سفر، فكلاهما الفقهاء يقولون لا تجب عليه الجمعة، إذ المقيم في الأصل له معنى المسافر، وإن كان شدد عليه أو منع من الترخص ببعض الرخص لشبهه بالمستوطن، لشبهه بالمستوطن. طيب، عندنا المسألة المهمة جدا، لما قيل إنه ليس على مسافر جمعة يترتب عليها ثلاثة أحكام. أولا الوجوب، نقول ليست واجبة عليه صلاة الجمعة وجها واحدا، قولا واحدا لا خلاف فيه أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. الأمر الثاني صحتها منه، لو صلاها مع غيره قالوا تصح من باب التبع، لأن عندنا أن التابع تابع، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، فتصح منه إن أداها مع غيره. شو الثالثة؟ هل تنعقد به أم لا؟ هل تنعقد به أم لا؟ شو معنى تنعقد؟ يعني هل يدخل في عدد الذين يصلي بهم الجمعة 40 مثلا عند القول 40، أو إذا كانوا 3 مسافرين هل تنعقد بهم؟ نقول الجمعة لا تنعقد بالمسافر، لا تنعقد به. وبناء على ذلك على مشهور المذهب، لو أن من في المسجد كانوا 39 ومعهم واحد مسافر، هل تصح صلاتهم الجمعة؟ على المذهب ما تصح، لأن المسافر لا تنعقد به، لا تنعقد به صلاة الجمعة. طيب، وبناء على ذلك قضية الانعقاد بنوا عليها مسألة، لو أن الجمعة كل الموجودين من أهل الوجوب إلا الإمام، كلهم 100، خلينا نقول 100، إلا الإمام كان مسافرا فصلى بالناس، هل تصح صلاتهم؟ يقول ما يصح أن يكون المسافر إماما للناس يوم الجمعة، هذا مشهور المذهب، ما يصح. واضح المسألة؟ قالوا لأنه مسافر أصلا ما تنعقد به، فمن باب أولى يصح أن يكون إماما للناس. وبناء على ذلك على مشهور المذهب، فإن المرأة إذا سافر خارج بلده فلا يصلي بهم الجمعة، لأنك ما تصح صلاته على مشهور المذهب، ما تنعقد به. طيب، الرواية الثانية في المذهب أننا قالوا يصح أن يصلي بهم، يصح أن يصلي بهم، وهذه إن لم أكن واهما عهد بعيد أظن نقلت عن صاحب الفائق، وهذه كان الشيخ عبد العزيز بن باز يميل لها ويرجحها، الرواية الثانية في المذهب أنها يعني تصح صلاته بالمستوطنين الجمعة. والحقيقة أن قول يعني أو حاجة الناس الآن، وكثير من الناس يعني بعض الأئمة يخرج في كل أسبوع يكون إماما في بلدته 200 كيلو أو أكثر فهو مسافر، فإذا قلت بذلك فيه يعني فيه تغيير لكثير من الأحكام. والقول الثاني الذي عليه الفتوى أنها تصح، لكنك نعرف الروايتين معنا. لكن لو كان الجميع كلهم الإمام والمأمومون كلهم مسافرون ولا يوجد من الحاضرين من ينعقد به الجمعة لا 40 ولا أقل، فإنه وجها واحدا لا تصح جماعته. بعض الناس إذا ذهبوا شباب يقول 40 في البر، قالوا ليش ما نخطب الجمعة؟ نقول وجها واحدا لا خلاف فيه أن صلاتكم باطلة، يجب أن تعيدوها ظهرا، حتى لو ما عرفت الحكم إلا بعد شهرين أعيد الصلاة بعد شهرين ظهرا وجها واحدا، لا أنا لا أعلم خلافا، ربما في خلاف وما يدرك لعل الناس اختلف. إذا كان الجميع كلهم إذا كان الجميع كلهم مسافرون فإنها لا تصح وجها واحدا. طيب، صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على المنبر، استوى أي وقف عليه وجلس عليه، استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال رواه الترمذي بإسناد ضعيف، الذي ضعفه الترمذي
فإن الترمذي قال إن هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق محمد بن الفضل بن عطية وهو ذاهب الحديث. هذا كلام الترمذي، فالترمذي نفسه رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث. قال وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى قوله إذا استوى على، أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى قوله إذا استوى على المنبر يدلنا على أنه يستحب الخطبة على المنبر وأن يجلس عليه المرء. الاستواء يشمل الثبوت عليه والاستقرار. المسألة الثانية قوله استقبلناه بوجوهنا يدلنا على أمر، وهو أنه يستحب للمأمومين أن يلتفتوا جهة الإمام، أن المأموم يلتفت، وخاصة في هذه المساجد عندما أصبحت مساجدنا وبنياننا كبير خلافا للمساجد الأول، أصبح كثير من المؤمنين لا يرى الإمام. السنة أن تلتفت بجذعك إلى الإمام وأن لا تتجه القبلة، ليس هنا يستحب اتجاه القبلة. ولذلك جاء في بعض الآثار أنهم الصحابة كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال الحلق، كأنهم كأمثال الحلق. كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم في طرف المسجد، لم يكن في وسطه، وإنما كان في آخره على جهة الشمال، فكان الناس يتجمعون يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم حلقا، فكانوا ينظرون إليه. إذن فقوله استقبلناه بوجوهنا يدل على أن المستحب للمأمومين في حال خطبة الجمعة عليه الصلاة أن يستقبل بوجه الإمام ولو انحرف عن القبلة، بل إن التوجه للقبلة ليس سنة في هذا الموضوع. هذا واحد. المسألة الثالثة هنا معنا أن هذا الحديث استدل به إضافة لحديث أخر أن المستحب للإمام أن المستحب للخطيب أن ينظر أمامه وألا يتلفت في خطبته. يدل عليه هذا الحديث في قوله استقبلنا، نحن الذين نستقبله بوجوهنا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم بوجهه يلتفت لهم وينظر لهم، وإنما يستقبلونهم بوجوههم. فأخذ من الفقهاء أنه يستحب للإمام أن ينظر أمامه، إضافة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خطبته كانت قصدا. قالوا ومعنى كونها قصدا أي أمامه، ولذلك فإن الفقهاء يقولون يستحب للإمام ألا يلتفت يمينا ولا شمالا. كثير من الذين الوعاظ وغيرهم يقول التفت يمينا وشمالا، نقول نعم التفت لكن في غير الخطبة، خطبة الجمعة انظر أمامك، في درس، في وعظ، في ما شئت غير خطبة الجمعة التفت، لكن في خطبة الجمعة السنة ظواهر النصوص يدل على أنك تخطب أمامك. وهذا يدلنا على أن الجمعة في الأصل تعبدية، في وقوف الإمام وعدم حركته وفي حتى هيئة يديه كما سيأتي معنا بعد قليل، في كل شيء فيها التعبد، فليست مطلقة، لا حتى في ما يذكر فيها، في أشياء يجب ذكرها كما سبق معنا، وفي أشياء يستحب ذكرها، وفي مواضيع لا يشرع ذكرها. ولذلك يجب العناية بخطبة الجمعة، وأنها ليست من الأمور السهلة التي يتساهل فيها، بل هي عبادة وهي نائبة عن الركعتين، كأنها ركعتا الظهر، كأنها ركعتا الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث حديث الحكم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي حضرت الجمعة، فقام عليه الصلاة والسلام متوكئا على عصا أو قوس. العصا معروف، العصا وتكون بالمد ولا تكون بالقصر، وقد قيل إن أول لحن سمع في العراق في الكوفة كان في كلمة العصا، فسمع رجل يقول أعطني عصايا، ما في شيء أعطني عصايا، أو عفوا قال أعطني عصاتي، ما تدخل التاء عليها، وإنما أعطني عصايا، فكانت أول لحن. ولذلك عني العلماء بكتاب بالعصا، وألف فيها أسامة بن منقذ كتابا كاملا ضخم جدا، كتاب العصا، وللجاحظ كلام طويل في العصا. فالعصا في الأدب ويعني لها لطفها المتعلقة بها. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه جماعة من أهل العلم كالنووي والحافظ في التلخيص وغيره. أخذ من هذا الحديث أنه يستحب للإمام أن يخطب معتمدا على عصا أو قوس الذي هو قوس النبل والسهم، القوس المعروف متقوس لأنه مائل، أو سيف. هذا هو المذهب أنه يستحب على هذه الحال أن يخطب إما بعصا أو بقوس أو بسيف فهم أطلقوا أنك تختار ما شئت، لأن الحكم رضي الله عنه
قال متوكئا على عصا أو قوس. والرواية الثانية أنه يستحب، نعم، ولكن هذا الاختلاف ليس اختلاف تنوع وإنما اختلاف حال، فكل شيء يناسبه، فإن كان في وقت سلم خطب على خطب بعصا، وإن كان في وقت حرب ورماية خطب معتمدا على قوس أو سيف، فهو يختلف باختلاف الحال. وعلى الروايتين جميعا فإنه يستحب الاعتماد على العصا ونحوها، يستحب استحبابا. كيف يكون القبض على العصا؟ قال ابن مفلح إن السنة أن يكون قبض العصا باليد اليسرى، وأما اليد اليمنى فإن كان يخطب أو يخطب بصحيفة، يعني ورق يمسك بها صحيفته، وإن كان لا صحيفة له جعل يده اليمنى على المنبر، إما رمانة المنبر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجعل يده على رمانة المنبر أو على المنبر عموما. ولذلك مسألة معرفة أين موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم مهم، فإن بعض الناس يرى الأثر الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يده على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في كتاب فضل الصلاة بإسناد صحيح، فيقول ابن عمر كان يتبرك بالمنبر، يضع يده على المنبر، وهذا من التبرك بالذوات. نقول ليس صحيح، لم يكن يتبرك بالذات، وإنما كان يتبع، يضع يده في الموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعتقد في هذا الشيء، ما كان يضع إلا على الرمانة التي كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهذه مبالغة في الاتباع لم يوافقه عليها عامة الصحابة، بل لم يوافقه عليها أحد كما ذكر الشيخ تقي الدين وغيره. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الرمانة، الرمانة هي شيء مرتفع يعني زي الدويلة تكون فوق المنبر. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. نعم، هذا حديث أول بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بكتاب باب صلاة الخوف، أو بدأ بباب صلاة الخوف. وصلاة الخوف هي من صلوات ذوي الأعذار، ولذلك الفقهاء يجعلونهم ملحقة بصلاة ذوي الأعذار لأنه عذر للناس حال الخوف. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة، ولذلك قال الإمام أحمد: صلاة الخوف كلها جائزة ولا أعلم لها إلا إسنادا صحيحا. ولما قيل للإمام أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها موضعا مرة واحدة أنكر ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في ذات الرقاع، وصلاها في أرض بني سليم، وصلاها في كما سيأتي معنا في حديث جابر رضي الله عنه، صلاها بعسفان، وصلاها في غير موضع عليه الصلاة والسلام، فهو من اختلاف التنوع. ولذلك جاء عنه أنه رحمه الله تعالى قال: جاءت النبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 6 أو 7 صيغ كلها مشروعة، وسأله الأثرم قال: أذهب لها كلها، أذهب لهذه الصيغ كلها، لكن بعضها أفضل من بعض كما سأذكر بعد قليل. طيب، صلاة الخوف ما موجبها؟ لا بد لها من موجب وهو الخوف، ولا بد أن يكون الخوف مشروعا، إذ لو كان الخوف غير مشروع سبب محرم فلا يكون تشرع فيه الرخصة، بناء على القاعدة أن الرخصة تستباح بالمحرمات. فلذلك إذا كانت الحرب لكفار أو بغاة أو خوارج ونحوهم فإنه يشرع فيها صلاة الخوف. وأما الباغي المعتدي الظالم الذي يقاتل لحظ الدنيا فإنه لا يصلي صلاة الخوف. إذن صلاة الخوف يقولون إنما هو في الموضع المشروع دون ما عدا. طيب، أول حديث معنا هو حديث صالح بن خوات رضي الله عنه قال: عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه 3 آراء. فجاء في الصحيح، جاء في الصحيح صحيح مسلم صحيح البخاري، أن الذي صلى الذي روى عنه صالح بن خوات هو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، أن هذا الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. وجاء في رواية أخرى نقلها المصنف عن ابن مندة في كتاب المعرفة معرفة الصحابة أن هذا الصحابي هو أبوه خوات بن جبير رضي الله عنه. إذن أصبح عندنا وجهان. جمع بينهما الحافظ فقال: إن صالح بن خوات روى الحديث عن الاثنين معا، رواه عن سهل بن أبي حثمة، ورواه أيضا عن أبيه خوات بن جبير رضي الله عن الجميع. والحقيقة أن محقق علماء الحديث يقولون إن الذي روى عنه صالح بن خوات إنما هو سهل،
إنما هو سهل. ولذلك ضعف أبو زرعة رحمه الله تعالى حديث الذي رواه ابن منده في المعرفة، معرفة الصحابة. وخذ قاعدة غالبا أن هذه الأحاديث، أن هذه الكتب يعني لا تنفرد بزيادة صحيحة، لا إسنادا ولا متنا غالبا إلا ما ندر. وهذه قاعدة سبق أن نكررها، نقلناها دائما عن كثير من العلم منهم بالرجب وغيره. طيب، إذن الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح البخاري أنه سهل، والحافظ رحمه الله تعالى أعرض عن لفظة الصحيح لأغراض منها أنه يميل إلى أن الذي روى عنه صالح بن خوات هو أبوه وسهل، ولذلك يرى أن رواية مسلم إنما هي عن أبيه، لأن فيها زيادة سأذكرها بعد قليل. طيب، قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. قوله يوم ذات الرقاع، ذكر الحافظ أن هذه الزيادة أنها كانت في يوم الرقاع إنما رواها صالح بن خوات عن أبيه ولم يروها عن سهل. وقلت لكم إن المحققين كأبي زرعة وغيره قالوا لا، بل جميع الروايات عن سهل، مرة أبهمه ومرة نص على اسمه، وأما روايته عن أبي فإنها مضاعفة. قال صلى صلاة الخوف، أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو. الخوف قلنا قبل قليل إن له صيغة متعددة، سنذكر أول صيغة بعد قليل. هذه الصيغة التي معنا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرجحها، فكان يقول أختار قول سهل بن أبي حثمة، كان يرجح هذه الصيغة. لماذا رجحها أحمد ومالك وكثير من الأئمة؟ قالوا لأنها توافق القرآن، توافق ظاهر القرآن، والله عز وجل يقول وليأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك، لم يصلوا فليصلوا معك. لو نظرنا في قصة يعني حديث صالح بن خوات أو سهل بن أبي حثمة نجد أنها موافقة لظاهر القرآن، ولذلك ترجيح هذه الرواية لأجل ذلك، ولأنها طبعا صحيحة في الصحيحين طبعا، وغيرها موجودة أيضا في الصحيحين. الفقهاء المذهب يقولون هي المرجحة وهي الأفضل في حالة واحدة، يفرقون. قالوا وذلك إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الأفضل هذه الصفة، وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الأفضل ما سيأتي بعد قليل في حديث ابن عمر، في حديث جابر رضي الله عنه. قال أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ في ذكر الصفة، صفت معه، انقسم أصحابه إلى قسمين، قسم صلى معه صف، وطائفة وجاه العدو لم يصلوا معه، يقابلون العدو ويسايفونه، فصلى بالذين معه ركعة، ركعة واحدة، ثم ثبت قائما، أي وقف عليه الصلاة والسلام واقف. قوله ثبت قائما، يقول ابن عقيل أبو الوفا بن عقيل ولم يسكت بل قرأ فيها القرآن، يجب عليه القراءة، قال لأن السكوت في الصلاة غير مشروع، فيقرأ، ثبت قائما يقرأ القرآن الفاتحة ثم سورة بعدها. طيب، لما ثبت قائما وأطال في القراءة في سورة بالفاتحة وما بعدها أتموا لأنفسهم، شوف أتموا لأنفسهم، صلوا الركعة الثانية وحدهم رضوان الله عليهم، ثم صرفوا، ثم صرفوا أي سلموا من الصلاة، فصفوا وجاه العدو، سايفوا العدو وقابلوه، وجاءت الطائفة الأخرى الذين لم يصلوا فصلى بهم الركعة التي بقيت، صلى بهم الركعة التي بقيت. خلنا نأتي في القراءة، نحن قلنا إن الإمام ماذا فعل؟ يجب عليه أن يقرأ ما يسكت وجوبا، نص عليه مرداوي وابن عقيل وغيره. طيب، إذا جاء الذين معه يقولون يقرأ بهم الفاتحة وسورة إن لم يكن قد قرأ، يعني كذا كانوا قريبين جدا فيقرأ الفاتحة والسورة، وإن كان قد قرأ الفاتحة والسورة وحده فيقرأ بمقدار الفاتحة والسورة لكي يكون أدرك الركعة من كاملها مع القراءة، قيام كامل مع القراءة. طيب، قال فصلى بهم الركعة كاملة بالقراءة، إذن فصلى بهم الركعة يشمل حتى القراءة، فيقول لابد أن يقرأ فيها بالفاتحة أو بقدرها. قال ثم ثبت جالسا، هذه هي الزيادة الثانية الموجودة في صحيح مسلم، أنه ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرواية التي في الصحيح أنهم صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا معه، فتحتمل أنهم سلم قبلهم ثم أتموا، وتحتمل أنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم سلامه لحين سلامهم. والمذهب على الرواية التي في مسلم، فيقولون يجلس يتشهد ويذكر الله عز وجل ما يسكت حتى يقومون
ويصلوا الركعة الثانية كاملة ثم يسلم بهم، فيكون افتتح الصلاة بالطائفة الأولى واختتم الصلاة بالطائفة الثانية. طيب، قال ثم سلم بهم، متفق عليه في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، وعرفنا لما اختار مسلم لسببين، ثم ذكر الرواية ابن منده. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، أي وقت المسايفة متقابلون، كان العدو في قبلتهم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، يعني أناس صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلت طائفة على العدو مقابلين له، وركع بمن معه وسجد سجدتين، يعني صلى ركعة، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي. ما الفرق بين حديث ابن عمر وحديث سهل؟ أن في حديث سهل لما صلى الركعة الأولى قاموا فأتموا ركعتهم الثانية وحدهم، هنا لا، صلوا ركعة واحدة ثم انصرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لم يصلي الركعة الثانية، ذهبوا لمكانهم لم يكملوا الركعة الثانية. قال: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا، أي الطائفة الثانية، فركع بهم ركعة، أي الركعة الثانية، وسجد سجدتين ثم سلم. هذه ثم سلم في البخاري، وهذه من ذلك قال المصنف واللفظ للبخاري ليبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل انقضاء صلاتهم، ليس كما فعل في حديث سهل بن أبي حثمة. طيب، قال: ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، يعني قام الثانون فركعوا منفصلين عن الإمام، ليس كحديث سهل، ثم ذهبوا، فجاء الأوائل فصلوا ركعة منفردين، إذا فصلوا ركعة مع الإمام وركعة منفردين. هذه الصيغة ثابتة في الصحيح لا غبار عليها، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحيانه، لكن الفقهاء المذهب يقولون إن هذه الصورة جائزة لكنها ليست مختارة، ليست هي المختارة، قالوا لأنها فيها عمل كثير وفيها انتقال وانفصال ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فذكر مثله. وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه في الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف، والفقهاء يقولون إن هذه الصفة ثابتة في الصحيح وهي مشروعة ولا شك، كما قال أحمد: أسانيدها ولا أعلم له إلا أسنادا جيدا، يعني أسانيد صلاة الخوف، فهي صحيحة. لكن الفقهاء يقولون إن هذه الصورة مستحبة في حالة واحدة، إذا كان العدو في قبلة المصلين فتكون هي الأفضل إذا كان العدو في القبلة، وأما إذا كان العدو في غير القبلة فإن الأفضل حديث سهل اللي هو الحديث الأول أو حديث صالح بن خوات، فالصورة الأولى إذا لم يكن في القبلة، وأما إذا كان في القبلة فإن الأفضل حديث جابر. لكن يقولون لها شرط واحد، هذه الصفة يشترط لها شرط واحد، وهو ألا يخاف كمين من العدو يأتي من خلفهم، إن خيف أنهم يأتيهم كمين من خلفهم فإنها لا تصلى هذه الصورة، وإنما يصلى إما حديث ابن عمر أو غيره. طيب، هذه الصورة طبعا فيها اختلاف، وقد جاء عن أحمد أنه قال حديث جابر يختلف عليه، فيها اختلاف بين بعض الروايات. يقول جابر: شهدت مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، لم يجعلهم صفا واحدا وإنما جعلهم صفين أول وثاني. قال: صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم
صفين، صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بينه وبين القبلة، يعني في قبلتنا العدو. وإذا أخذ منها الفقهاء أن هذه الصفة تستحب عند مواجهة العدو. قال فكبر، فكبرنا جميعا، افتتح الصلاة كلا الصفين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركع وركعنا جميعا، الركوع في قبلة مع المصل مع الإمام كلا الصفين، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. إلى الآن الصلاة عادية لا شكال فيها. قال ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه، الصف الأول هو الذي سجد فقط، الصف الثاني لا واقف ينظر للعدو لأنه وقت مسايفة ومقابل العدو. قال ثم وقام، نعم وقام الصف المؤخر في نحر العدو ينظر له، واقف ينظر، هذا معنى كونه في نحر العدو. فلما قضى السجود اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم، قام الصف الذي قام في نحر العدو ينظر العدو. قالوا هذه الصفة صفة هيبة، وذلك استحبوها حال المسافة فيها هيبة للمسلمين. قام الصف الذي يليه في نحر العدو والصف الثاني جلس. هذه الصيغة ماذا فيها من يعني مخالفة صفة الصلاة؟ أول شيء عدم المتابعة ومخالفة الإمام في الصف في الذين في الصف الأول أنهم قاموا وجلسوا، والأمر الثالث الحركة سنذكرها بعد قليل. قال وفي الرواية الثانية ذكرها ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني. أخذ منها الفقهاء الرواية الثانية أن الذي يسجد يتقدم والذي يكون في نحر العدو يتأخر، فعندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده يقوم أهل الصف الأول ويرجعوا خلف أهل الصف الأول ويتقدم أهل الصف الثاني فيكون في الصف الأول ويسجد وهكذا. فهذه الصفة فيها حركة لكن أقل من حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال ولأبي داود عن أبي عياش من الزرقي مثله، وزاد أنها كانت بعسفان، يعني أن الموضع يختلف. هذا أراد بها المصنف أن يبين الرد، وقد رد أحمد قبل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أكثر من موضع، بيد أن حديث جابر جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في موضعين، فقد جاء في بعض الروايات عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعسفان وفي أرض بني سليم، صلاها بموضعين بهذه الهيئة. سبشي. أحسن الله إليكم. يقول رسول الله تعالى وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكر. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه. ذاك قلت لكم إن الإمام أحمد قال إن جابر نقلت عنه، يختلف على جابر في أكثر من صيغة، أن جابر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بأخريين بآخرين ركعتين ثم سلم. هذه الصفة من صفات صلاة الخوف، وهي الصفة الثالث الرابعة. كيف هذه الصفة؟ سنذكر الصفة الخامسة من هذا الحديث نفسه. هذه الصفة أنه يصليها مرتين، يصلي المرة الأولى بأناس ركعتين إذا كانت الصلاة مقصورة، يصلي بهم ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي مع الناس ركعتين. هذه لا شيء فيها زاد، إلا أنه شيء واحد، أن صلاته الثانية كانت نافلة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وصلاها بهم إماما. وسبق معنا خلاف المذهب في قضية هل يصح أن المتنفل يكون إماما لغيره في الفريضة أم لا، وذكرنا مشهور المذهب ليس كذلك، ولذلك المذهب يضعفون هذا الحديث ويقولون إن هذا الحديث ثابت، إنما ورد عند أبي داود النسائي من حديث الحسن البصري عن جابر، يرون أنه جاء من حديث الحسن البصري عن جابر، والحسن لم يسمع جابرا ولم يره كما قال جماعة من محقق أهل العلم كعلي بن مدين وغيره، فهو مرسل جزما، ومراسيل الحسن البصري مضعفة، ومما يدل على ضعف هذه الرواية. ولذلك الحنابلة لا يرون هذه الصيغة، أن هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، وليس فيه ثم سلم، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات، والذين خلفه الطائفة الأولى صلوا ركعتين ثم انصرفوا، ثم قام في الركعتين الأخرين فصلى بهم ركعتين، وليس فيها ثم سلم. واضح؟ واضح الرواية الثانية وهي أصح؟ الرواية الثانية أصح، أنه صلى أربعا بسلام واحد ولم يصلي ثنتين ثنتين بسلامين، وهي الأصح. طيب، عندنا مسألة بسيطة قبل أن ننهي هذا الباب، وهي قضية متى يفارق المأمومون الإمام، حينما عن الرواية الصحيحة التي في مسلم، أو الأصح في مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، متى يفارق المأمومون الإمام؟ هل يفارقونه عند التشهد أم
يعني عند التشهد قبل قيامه بالركعة الثالثة أم إذا قام للركعة الثالثة؟ واضح الصورة؟ متى يفارقونه؟ قالوا المذهب أنهم يفارقونه عند التشهد، يتشهد فإذا انتهوا من التشهد يجلس يطيل في الجلوس فينصرفون. قالوا لأن القيام ملحق بالركعة التي بعدها، والمأمومون في الطائفة الثانية يصلون معه من أولها، إذا فيكون انصرافهم متى؟ بعد التشهد قبل القيام للركعة الثالثة. أرجو أن يكون واضحا. طيب، قال ومثله لأبي داود عن أبي بكرة، لكن يختلف اللفظ، وأيضا جاء من طريق الحسن البصري، وقد اختلف في سماع الحسن البصري من أبي بكرة على قولين، بخلاف سماعه من جابر لم يسمعه ولم يره، ولذلك صح بعض أهل العلم حديث أبي بكرة. نعم الأخير يا شيخ، باقي حديث ثلاث حديث وأبشر من عيني ثنتين. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس. نعم هذا حديث حذيفة رضي الله عنه، صححه ابن حبان ورواها للسنن أبو داود والنسائي والإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة. معنى هذا الحديث أنهم صلى بهؤلاء ركعة فأتموا الركعة الثانية، وصل أو أنهم ذهبوا ثم رجعوا بعد ذلك فأكملوها كما جاء في حديث ابن عمر، أو في حديث سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه. وليس معنى أنهم لم يصلوها إلا ركعة واحدة فقط، ليس هذا المراد. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف. نعم هذا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، هذا فيه إشكال من جهتين. الجهة الأولى قوله ركعة أنها ركعة واحدة، ونحن قلنا إن القول بأن صلاة الخوف تكون ركعة واحدة غير ثابت، وإنما هو موجه، وإن المقصود الركعة مع الإمام صلاته معهم، هذا حديث جاء حذيفة وإن كان بعضهم قال ذلك. الجهة الثانية قوله على أي وجه كان أطلق على أي صفة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل لا بد من التقيد بالصفات التي وردت دون ما عدها. وذلك هذا الحديث رواه البزار، وقد تفرد به رجل يدعى محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهذا هذا الرجل منكر في حديثه وروايته، فذلك لا تصح روايته. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم هذا الحديث حديث أيضا ابن عمر رواه مرفوعا أنه قال ليس في صلاة الخوف سهو، معنى كونه سهو أنه إذا سهى الإمام فيه فإنه لا يكون فيها سجود سهو. وهذا الحديث رواه الدارقطني بإسناد ضعيف لأنه جاء من طريق عبد الحميد بن السري كما قال الدارقطني، فإنه قال تفرد به عبد الحميد، وعبد الحميد هذا ضعيف لأنه لما ذكر تفرده ضعفه. وقد قال جماعة من أهل العلم إن هذا الحديث منكر كما قال الذهبي وغيره في ميزان الاعتدال. هذا الحديث وجهه الفقهاء بأن المراد بقوله سهو أي أنه من فعل صورة، إن صح الحديث، أن من فعل صورة من صور السهو، عفواً، أن من فعل، وجهوا هذا الحديث فقالوا إن من فعل صورة من صور صلاة الخوف فإنه لا يسجد لها السهو، لأن صلاة الخوف مشروعة، وليس معناه أنه لا يسجد للسهو إذا وجد موجب. وذلك يقول الفقهاء إن صلاة الخوف يسجد لها سجود السهو، وتسجد معه الطائفة الثانية ولو كان سهوه مع الطائفة الأولى، قبل أن نختم هذا الباب عندي مسألة مهمة، يجب أن نعرف أن سجود أن صلاة الخوف أيضا، أو عندي مسألتان. المسألة الأولى أن هناك صيغة غير هذه الصيغة، عندما يكون الشخص طالبا أو مطلوبا يسمونها حالة الطرد، وهو أن يصلي على دابته على أي جهة كان، على دابته يعني لا ركوع ولا سجود ولا قيام، على أي جهة كان غير مستقبل القبلة، وهذه الصفة إنما تكون حالة طرد سواء كان طاردا أو مطرودا، بشرط أن يكون طردا مشروعا ليس طردا محرما. فمن كان سارقا ومطرود لا يصلي صلاة الخوف على هذه الهيئة، لأن لا تستباح الرخص بالمحرمات. هذه مسألة. المسألة الأخيرة، لو تأملنا في صلاة الخوف وجدنا أنها خالفت الصلاة العادية من جهات كثيرة، من جهة فيها حركة تبطل الصلاة، من جهة الإمامة والائتمام، من جهة
مخالفة أفعال الإمام، فقد يكون الإمام قائما وساجدا والمأموم قيام، وعدم متابعة الإمام، اختلاف عدد الركعات بين الإمام والمأموم، ففيها خلافات جذرية. سؤال: هل يقاس على صلاة الخوف غيرها من الصلوات أم لا؟ نقول: لا يجوز القياس على صلاة الخوف مطلقا، لأنها استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه. الاستثناء لا يقاس عليه، هذه قاعدة أصولية مشهورة، الاستثناء في الأصل لا يقاس عليه، ومن أجاز الاستثناء على القياس قال لاتفاق العلة، بمعنى أسباب الخوف. لأن من أهل العلم من قاس على صلاة الخوف صلاة أخرى، وهي صلاة المأموم بالإمام إذا كانت أفعال المأموم أكثر من أفعال الإمام، فيقول تصلي معه ركعتين ثم تسلم، أو ثلاث ركعات صلي العشاء وأنت تصلي المغرب أيها المأموم، تصلي ثلاث ركعات ثم تسلم، ما دليلك؟ قال القياس على صلاة الخوف. نقول صلاة الخوف مستثناة ولا يجوز القياس عليها فلا يصح. وسبق التفصيل في قضية الائتمام والمأموم أنه يصح الائتمام بالإمام إذا كانت أفعال الإمام متفقة مع أفعال المأموم أو أقل، وأما إذا كانت أكثر فإنها لا تصح الصلاة بل الصلاة باطلة. أنهينا الدرس اليوم معذرة للتأخير قليلا، لكن أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في شيء شيخ أو انتهى السؤال؟ تفضل يا شيخ. مرتفع المذهب ما يصح، والدليل نص حديث معاذ يصلي مع رسول ثم يصلي بهم، حديث عمر بن أبي سلمة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بهم، نصوص لا صحيح يجوز. والله ما أدري، أنا رجال ما أعرف إلا بعض الأقوال. طبعا هي الرواية الثانية تكلمنا عنها يا شيخ، أو ممكن في الدرس الثاني الزاد نسيت، ترى مشكلة أكثر من درس لخبط. سمي شيخي وإليك فتح الباري. أي نعم، ابن رجب قال إن الإمام لا يستحب له أن يصلي في المسجد، فيقول إن هذا الحديث إذا قلنا إن الإمام يصليه أربعا فلا يصليها في المسجد وإنما يصليها في البيت، فيكون استحبابها في البيت للإمام بالخصوص، أما المأمومون فيصلون في المسجد وفي البيت، بل إن الشيخ تقي الدين يقول إن صلوها في البيت في المسجد فهي السنة أربع. يقوي الحقيقة، يعني حقيقة من نظر للأدلة قول المذهب أقوى، قول المذهب أقوى بكثير جدا، وهذا زي ما تفضلت الشيخ أنه يدل عليه، صدقت الشيخ. ولذلك الشيخ عليه رحمة الله شيخنا كان يفتي بهذا التخير، الشيخ عبد العزيز الله يرحمه. سبي الشيخ طبعا. نعم، ومن لغى فلا جمعة له، هذه زيادة. هم يقولون الحركة، الحركة ليست كل حركة وإنما حركة العبث، ولذلك من الحركات ما تكره، منها حل الحبوة. المفروض احنا تكلمنا عنه بس نسيت. الفقهاء يقولون لما الإنسان جاء في حديث جابر أنه يكره الاحتباء يوم الجمعة، الحبو معروف الاحتباء، ضم القدمين وأن يجلس القرفصاء. بعضهم يقول، وهذا هو الأقرب من باب حمل المطلق على المقيد، إن الاحتباء نهي عنه لمن كان يلبس ثوبا واحدا، لأن الإمام أمامه ربما رأى لعورته، فيجمع هذا الحديث المقيد يوم الجمعة بالحديث المطلق بالنهي عن الاحتباء بالثوب لمن كان عليه ثوب واحد. ومنهم من قال إن المنهي عنه لأجل الحركة، لأجل الحركة، وهذا هو المذهب. فيقولون إن إنشاء الاحتباء في أثناء الخطبة منهي عنه لأن حركة، نهي كراهة، لكن من احتبى قبل أن يدخل الخطيب وبقي على حبوته فلا كراهة لأن ما سوى حركة. فيرون أن النهي عن الاحتباء لأجل الحركة فيرون إذا حتى هذا، لكن إذا كانت الحركة لحاجة مثل الجوال فأغلقه لم يرد أغلقه أو يتصل، هذا لا شك أنها حاجة، مثل فتح الخطيب لمصلحة الصلاة طبعا، وقلة الحركة والكلام تنقص الأجر جزءا، فمن كثرت حركته وكلامه حتى لم يفقه شيء لا أجر له، ومن قلت حركته نقص أجره، هكذا أي كلام في الجمعة ما يجوز حتى يقوم رد السلام، تنقص الأجر أو تذهبه بالكلية أحيانا، لأن النفي قد يكون نفي كمال وقد يكون نفي الكل، نفي كمال الأجر وقد يكون نفي كل الأجر. فقد لغى مرة وجها واحدا، والحنابلة يستخدمون ظواهر النصوص في هذه الأبواب، يعملون الظاهر وبشدة، وهذا من أصولهم في العبادات، يعملون الظواهر، المندوب قضايا الندب والاستحباب يعملون الظاهر، يقول ظاهر حديث الرسول يجب أن نبقى عنده، وهي طريقة فقهاء الحديث عموما. سمي شيخي. المأمون صنها قصرا، والإمام قد يصليها إتمام، مثل ما جاء في حديث جابر في مسلم حديث أبي سلمة، في إذا صلى أربعا، النص الفقهاء والمذهب
أنه يفارقه بعد التشهد وقبل القيام للثالثة. يعني لما يقول يصلي يعني قبل أن يقول الإمام الله أكبر يصلون معه في التشهد، هو يتشهد الإمام فيتشهد معه ثم ينصرفون قبل أن يقول الله أكبر للثالثة، ثم يأتي الآخر معه فإذا كبر كبروا معه، فما ينصرفون ما يكبرون. التكبيرة هذه تابعة للركعة الثالثة وهم يصلون معه ركعتين فقط. سمي شيخي بتسليم لتسليمين؟ من قال بتسليمة واحدة؟ الحديث المسلم في الصحيح من حديث أبي سلمة عن جابر، ومن قال بتسليمتين أخذ الرواية الثانية التي عند أهل السنن من حديث الحسن عن جابر. طيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، في أمان الله.